التعاونيه واسف ان اتاخر طبعا لان الظروف السفر الصحيه وكل طبعا فاحنا ما نقدرش نتاخر عن الدكتور محمد. وانا سعيد بص موجود بص كل الزملاء من كل اماكن المنصوره والقاهره وكف الشيخ والاهتمام بكل حته اهلي. هتكلم طبعا عن موضوع براكتيكال واونلاين شويه وطبعا الدكتور محمد مختار مواضيع مهمه الازمه وهتكلم عن الفاكسينيشن. الفاكسينيشن دي طلبت منك المره كل مره بتقدم فيها شويه وبكتب حاجات فريكوينت الاسك كويشنز والمشاكل اللي بتقابلنا في الفاكسينيشن. وحتى اخيرا كان الدكتور محمد اتصل بيا من شهر يقول لي في واحده جات لي بتقول ان هي راحت تفطر التعامل ابنها بتاع دكتور الصحه قال لي لا عنده صفحه ما يطعمش. هل عندكم في المشروع ولا كذا ولا في اللجنه بتقول الكلام ده ممنوع اطلاقا لانه كنترول انديكيشن الجونز دي ما لهاش اي علاقه بالفاكسينيشن والتعامل معاها بالذات الفاكسينيشن. ده كلام كتير يعني في الاسئله اللي بتقول هنتطرق لها بسرعه كده. في حاجات كتيره جدا هل التطعيمات الكتيره بتاثر على الجهاز المناعي بتفرق الفاكسينز بتاثر يعني لما دي خمس ست تطعيمات في وقت واحد السداي الخماسي مع الاورال بوليو مع مثلا ممكن قبلهم شويه بي سي جي هل بيأثر على الريسبونس؟ اطلاقا طبعا مفيش اي ريسبونس. الميني فاكسينز داز نوت افكت الاميون سيستم بتاع الطفل وبالتالي سيت جدا ان انا ادي. كانت تلعب دايلما زمان ان الام ام ار له علاقه بالاوتيزم وان في كورليشن. الكلام ده اتنفى كليا ومفيش اي كورليشن بالاي او ال انستيتيوت اوف ميديسن بتوين الاوتيزم والام ام ار ولا شيكينج الفكره اللي كانت عند الناس. انا همر بسرعه. طب هل في فاكسين رياكشن للفاريسيلا؟ ناس كتيره جدا بتخاف تدي الفاريسيلا فاكسين يقول لك لا ده ممكن يعمل لي انكفاليتس وممكن يعمل رياكشن. ملوش اي اطلاق عن الفاريسيلا ده ليفنج اتنيوتد الفيروس نفسه نوت منتفك ولكن الرياكشن والانافلاكس بيحصل من البريزرفتيفز الموجود اللي هو الجيلاتين بريزرفتيفز بتاع الفاكسين نفسه. انما الفاكسين نفسه فاكسين هاز نو اني سايد افكت. كان برضه قال في علاقه بين بعض الفاكسينز والدايبيتس كتيره جدا من الفاكسين. الكلام ده اتلغى بالسي دي سي. مفيش اي علاقه بالاسيلولار بيرتسس فاكسين ولا الام ام ار ولا الهيباتيتس ولا الفاريسيلا ولا الاتش اي بي. مفيش نو اني كورليشن بين دايبيتس تايب 1 وكل تايبس اوف فاكسينز. طيب ايه الافكت اوف تمبريشن؟ ندخل بحاجات براكتيكال على الفاكسينز. عندنا جدول ده عجبني جدا جدا فيه حاجات هيت سنسيف وحاجات فريز سنسيف. مين اللي حفظه في الفريزر ومين اللي تحت الرف في الفريزر ومين اللي على الرف؟ عاملين لهم جدول ده بس مش هتبان هنا في الخط السفلي ده كده دول كل المجموعه دي نوت سنسيف للفريزنج يعني ممكن احفظها في الثلاجه زي الفاريسيلا والميزلز والبي سي جي والاتش اي بي والمننجوكوكال والريبز دول ممكن نوت سنسيتيف للفريزنج يتحطوا. دول اللي تحت هنا اللي في النص كده من اليمين زي الروتا والانفلونزا ممكن احطهم تحت الرف في الفريزر. دول في الفريزر مفيش مشكله وكل ما تدخل يمين يبقى سنسيتيف للفريزنج. دول نوت سنسيتيف للفريزنج يعني دول احفظهم على الرف على الليفت سايد. البوردر لاين دول الروتا ممكن احطه على تحت الدرج بتاعت الفريزر وممكن احطه على الرف لان على الجنب هو اللي على اليمين دول كلهم يتحطوا على الرف مفيش مشكله في الثلاجه بس بشروط معينه. استخدم ثلاجه خاصه بالتطعيمات ما استخدمش الثلاجه البيت. يتحطوا في السنتر نوت تاتشنج لسه هقول الكلام ده نوت تاتشنج الوولز بتاعت الثلاجه. اعمل شيك للحراره مرتين في اليوم درجة الحرارة تبقى من 2 ل 8. ده حفظ التطعيمات عشان الافكاسي بتاعتها. مهم جدا الحكاية. أنا هسيب البرزنتيشن هنا اللي عايز ياخد منها أي حاجة. البروسيلا حضرتك في الفريزر البروسيلا هنا معلومة. نعم البروسيلا في الفريزر محطوطة البروسيلا مش الريبز المنس دول كلهم على الرف الريبز مفيش بروسيلا. يعني أول واحدة فاريسيلا. لا فاريسيلا فاريسيلا الفاريسيلا دي اصلا الفاريسيلا اتحط على الرف مش في الفريزر محطوطه مع البول فيها عداء اورال بوليو. لا والفاريسيلا والفاريسيلا زوستر فيروس والاورال بوليو حاطينه دي انا ناقلها زي ما هي كده بس مش في الفريزر. هو ده الدرج اللي تحت الفريزر لا لو كده نوت سنسيف للفريزنج يعني اتحط على الرف
انما دول اللي في المصطفى كده اللي على اليمين والشمال يتحطوا في الدرج بتاعت الفريزر. اللي بره دول على اليمين كلهم دول يتحطوا على الرف. ما بزيش يعني الفريزنج بتاع ده كنت افكت الفيكس. حط الفريزر. ما هو محطوط هنا. لا يمين اورا البوليا اهو. نيجي الحاجة الثانية. طب لو انا حطيت حاجة على الرف وحطيتها فريزر عن طريق الخلط وجمدت زي دي بي تي هتبقى لا هيقلل طبعا الافكاسي بتاعته ويزود الريفجنس وسايد افكتس. ده اللي لازم نحط في دماغنا الحكاية دي كلها. جدول معروف على الرف وما يجمدش لو حط وحصل له فريزنج هيقلل الافكاسي بتاعته ويزود الريفجنس. ما حسب التايم وزا تقسيم حسب التايم الاكتمال تقريبا لو في كلهم انا بحسب التايم وفي حاجات مهمة بس عشان هي بس كان مالكة معايا في الفرماسيكا فليش حسب التايم خلاص ودوميسيك فليش ما تنفعش. الحاجة الثانية كيب تمبريتشر من 2 ل 8 والسور فاكسين نوت تاتشين سايز اوف وول وتشيك التمبريتشر مرتين في اليوم. تعمل فاكسين بريبريشن احضر الفاكسين بعدين الحبس الفاكسين احضره ازاي؟ لازم ابص على الاكسبايرد ديت. الاكسبايرد ديت الاولاني ده مكتوب 16/8/2019 وده 8/2019 ده معناه ايه؟ 16/8/17/8 بقى الفرق 8/2019 لغايه 31/8 لغايه نهايه الشهر. يعني بمعنى لما يكتب لي الشهر يبقى لنهايه الشهر، كتب لي اليوم يبقى الديد تايم بتاع اليوم اللي مكتوب. يبقى انا ابص على التايم قدام ولا على الفاكسين على الاكسبايري ديت. طيب النيدل لازم لو عندي بريفيرد سيرنج على طول اقلبها على طول، انما بعمل بريبريشن. النيدل اللي انا بسحب بها السولفنت غير النيل اللي انا بدي بها الانجكشن. ناخد حمل البريبريشن في حاجات من ثلاثه نفر مهمين جدا. ما ينفعش اخلط قطرتين في سرنجه واحده. نفر. ما ينفعش اخد ريزيديوال تطعيم مش كامل واكمل من تطعيم ثاني نزافه. اوكي؟ الثالثه ما ينفعش البشر دول نفر ترانسفيرز انقل التطعيم من سرنجه لسرنجه. دي في البريبريشن مهمين جدا. الاورال رود، الاورال رود دايما ببداه قبل الاي ام ولما ببدا الاورال رود بتجيب او تشيل بين الشيك والفلام عند الفاكس في الاخر. ما ينفعش احقن في النص اللي يحصل له اسبيريشن ولا شوكن ويحصل له فومتنج. لو حصل ريجيرش في الروتا فيروس ولا ريجيرش ولا سبيتد ما تدهملوش للطفل تاني، لان بعض الاحيان وانا بدي الروتا يخرج نقطتين ثلاثه بره، ما ينفعش ادخلهم تاني. وانس من سبايت بره خلاص. اوكي؟ ده الاورال روت. الفومتنج كلها ممكن تكررها تاني. البوزيشن نعم. الفومتنج كلها ممكن طبعا الفومتنج كلها خلاص يبقى يعني الفكره لازم تكررها. يعني لو خدها وشافت تسعه وشافت عشان عملتها من مده الصوره دي بتاع كاليفورنيا بس مش دخلت جبتها مرتبين الارقام دي وكده. البوزيشن ده الكومفورت بوزيشن بصراحه مش خربان لما جيت قلت قاعده في مراكز الصحه ده بلاوي بيعملوا تمرين ومفيش دكتور قاعد معاهم وكتف الولد ودي الطريقه غلط. ادي السي ستيبس الام تبقى قاعده حضنها سكين تو سكين كونتاكت الناس قاعده قدامها واخده في الاسفل او هقول السايد بتاعهم دلوقتي. هذا السايد هو الانجكشن اي ام بين جاكشن ابر والميدل سير في الباستس لاترالس كونكشن في الحته اللي قدامنا بس البوينتر مش هيظهر هنا او في الانزيشن اوف ذا بيكتوري. لو انا قد اي ام ده في الاولد تشايلد انما في اليانج هديله الكلام ده. والسرنجه تدخل 3 سم دي انترا ماسكولر سكين وسيركوتينيوس تيشو وبريبنتيكولار زي ما 90 لغايه لما تدخل للماسلز. الاي ام روت لو انا هاد 2 اي ام انجكشن لازم 2 سم مسافه بينهم 1 و 2 سم. يعني 2 انجكشن اي ام ان ذا سيم سيتنج يبقى فرق بينهم 1 و 2 سم. طيب عندي طفل اميونو كومبرمايزد زي ما قال الدكتور اسامه
ولد ماشي على الستيرويد فور لونج بيريود وده اميونو كومبرومايز او نيفروتيك سندروم او لوكيميا وات ايفر هاو كان بروتكت. يعني موضوع الاورجانيزيشن اوف اميونو كومبرومايز ده موضوع كبير بس انا جايب سمري بسيط جدا. ادي للهيلثي كونتاكت اللي معاه ام ام ار هيعمل له بس الاورجانيزيشن. يعني الطفل اللي هو ولد عنده اميونو كومبرومايز وات ايفر سواء كانت اكوايرد ولا كونجنتال ولا حاجه الاخوه سليم مع تعامل ام ام ار وقعدهم مع بعض يحصل بس الايمونيزيشن وطعم السليم برضه بالفايسيليا هيحصل له الايمونيزيشن بس في الايمونيزيشن انما هنا تعامل بالبوليو دي مشكله بقى نيفر. لو ولد امينو كومبرومايز وطعم وقعد جنب واحد واخد بوليو فاكسين لازم تشيله عنه اربع ست اسابيع لان ممكن كاتش الوايت بوليو فايروس بيعمل عنده هو بوليو انيماليزيز. قد الكونتاكت سورت اي بي بي. موديش هو سيب خالص؟ ما انا بقول لك لا بدي كونتاكت اللي معاه هو. ما كنتش ديد فاكسين حتى؟ ديد فاكسين. هو مش هيستجيب مش مكتوبه. انا بدي كونتاكت السورك ويدينها بس في الايمونيزيشن عشان كده بيعملوا بحملات مستمره كل ثلاث شهور ولا كل ست شهور بتتعمل في المشروع عندنا مرتين في السنه الحمله للمكثفه القوميه عشان يعمل بس في الايمونيزيشن. بس بيد اورا كل حاجه ما كل اورا ما عندناش لا نازل دلوقتي في حوالي ست محافظات سكند دوز اي بي في. نزلت في المشروع عندنا جرعه واحده اللي عند اربع اشخاص بس مش معممه على مستوى القوميه بدأوا ست محافظات فقط. طيب حاجه بقى من الحاجات اللي بتقابلني كتير واحد من الطعام وعنده الانتي بوديز حصل ميجر بلاندوس نتيجه سيفير هيموليسيز موتور كار اكسيدنت هل عيد التطعيم ولا ما عجبوش؟ ليه؟ لان الميموري سيل في البوم مرض بتاعت الفاكسين اعيد حاله واحده لو حصل كومبليت ابليزيا للبوم مرض زي بوم مرض ترانسبلانتيشن او بوم مرض عمليه نتيجه راديشن او دراج او انفكشن دي الوحيد الحاله الوحيده انما بلاد لوس البلاد ميموري سيلز ما تبقاش في البريف اللي بتبقى في البون مارو وبالتالي لو حصل ديبريشن للبون مارو لاي سبب اعيد التطعيم ما عدا ذلك ما عادش التطعيم. طب واحد على انتي بيوتيك فور لينج بيريد هل ليها افكت على التطعيمات؟ نو افكت ما فيش مشكله خالص وما عادش اي تطعيم. استيرويد يعني لسه ضايفها امبارح ليا واحد على الستيرويد فور لونج بيريد نتيجه نفروتك سندروم روماتويد ارثرايتس لوكيميا اي سنه هل لها افكت على التطعيم؟ طبعا تعتمد على الدوز الريسك سيجنال لو الدوز اكثر من 2 ملي جرام لكي جي بير داي او اكثر من 20 ملي جرام بير داي في البروتوزون لعيل طفل وزنه اكثر من 10 كيلو جرام اللي واخدهم لمده 14 يوم كونسيرن الليفنج اتينيتد فاكسين ماست بي ريبيت. اي دو انا كاتب نقلتها زي ما هي. لا لو واخد بالك يعني بمعنى لو هاخد 2 ملي جرام بردي لمده 14 يوم او اخد من 20 ملي جرام بردي مش على حسب الوزن لمده 14 يوم اكثر من 14 يوم. سيبنا الاول وش السنه دي لا خمسه لا اكثر من 14 يوم. السنه دي وات ايفر ما احنا هنقول على حسب الوزن او التوتال دوز. لازم استنى قد ايه بعد الكورس؟ بعد الكورس بعد الكورس استنى قد ايه؟ المفروض مش قبل شهرين. شهرين؟ شهر من شهرين الحد الادنى للتطعيم وتنهي هاجي ليها الكلام ده؟ لا هو خد الكورس بتاع ما انا بقول لك شهر. شهر. لما كنا بنسافر مره وعمل لها طريقه ثانيه قلت له كان استفاد جهاز النظافه مفيش مشكله فيها. المينتنس ريبليسمنت سيرابي لو نوت فاكسينيت نوت ابلكيشن لو المينتنس لان ماشي على دوز فيري مينيمال وافري اذر داي مفيش مشاكل فيه. نشوف ايه لو لو دوز كان ريسيف ديورنج ستيرويد يعني لو لو مودريت لو تو مودريت دوزز من الستيرويد ممكن ياخد لو هاي دوز اكثر من 14 يوم كان ريسيف ايميديتلي افتر تريتمنت ياخد التطعيم بعد ما يعني في اللو دوز يتطعم عادي ما فيش مشكله في الهاي دوز بعد ما يخلص العلاج يطعمه في الهاي دوز اكثر من 14 يوم ريسيف 1 مانس افتر تريتمنت شهر بعد ما وقف العلاج يبقى طعمه
ده العلاقه بين الاسترويد والتطعيم. طيب نيجي النقطه اللي فيها خلافات كتيره، تو ليفنج اتنيوتد فاكسينز بيقول لك لازم 14 يوم بينهم وبين بعض زي الروتا والبوليو، كبير المشكله اللي بتقابلنا كتير. طب فرض ان خدوا قبل ال 14 يوم، راح الصحه النهارده الصبح وبعد اربع خمس ايام راح جالي ونسيت اسال اللي خد التطعيم الكلي، لا اورو في مديله الروتا، هل الروتا دي فالد ولا ان فالد؟ وليبيتد ولا نوت ريبيتد؟ نوت ريبيتد فالد فالد انا بقول لك قال لي جابوا جاب لي البيبر هو اللي جايبها لي، قلت له لا بيبر واحده مش هتعمل استنى، انما حاجه تبقى ابروفد، انما خلينا في السيف سايد. السعوديه وامريكا بينهم نفس اليوم 24 ايوه ما هو انا بقول لك لازم لسه انا اقول لك احنا سيف كلينيكال داي، كلينيكال داي المقصود بيه ايه؟ السعوديه ما بتدش غالي، بس السعوديه بيبر اور بيبر اور وبيبر اصلا انجكشن اللي هو بيقول لي بيقول اور ماشي حاجه ثانيه كده ده كده بس هو كل اللي جاي ان يوجد بيقول لك بس في تاني بتنزل كلينيكال دي، كلينيكال دي الكونديشن بتاعك في الاخر يخلوا الدسكشن 12 ساعه يعني خد 9 الصبح لغايه 9 بالليل بس 10 الصبح لغايه 10 في نفس اليوم مش في نفس الساعه يعني مسموح لك 12 ساعه نفس بيسموها انت نزلت كلينيكال دي، كلينيكال دي 12 اورز الصبح دي ينفع يقول ينفع مش في نفس السيتنج يعني خد بالكم المهم خدها في قبل ال 14 يوم، السكند دوز دي تعتبر انفاليد وماست بي ريبيتد وعد 14 يوم من السكند انفاليد دوز. تاني يعني خد بوليو النهارده وخد بعد ست ايام الروتا، الروتا دي انفاليد عد من الست ايام 14 يوم تاني وديه له الروتا. يعني في 2 ويكس افتر ذا انفاليد دوز. لو انا جيت تطعيم الديت وما بصيتش للاكسبير ديت بتاعه واديته وانا مش واخد بالي الاكسبير، هل اكرره ولا ما اكررهوش؟ شهر اللي يقول لك يوم وان جاست يعني 19% قال لك 20% من فاز لا بس بيري بيجت ادي هنا اهو يس بس بيري بيجت بس انتظر اربع اسابيع ما اكررهوش في الحاله لان الجرعه اللي خدها اوكسيبير لها سام انتجينيستي ممكن الفلوز اللي انا هديها له يحصل انتراكشن يفسس الجرعه انتجينيستي يبقى ماست بي ريبيتد افتر فور ويكس لو اكسبير دوز. طيب ولد اديته عن طريق خطا ولا مريضه اديته الهيباتيتس ولا الريبس في الجلوتير ريجن وكان الان الغدر اشبك في الفصل من فرنسا هل تفالد ولا انفالد؟ انفالد الكلام ده من قبل يا جماعه كتير جدا يعني ده مجمع الحاجات كلها باكتيكال لا انفالد عشان الانتجينيستي في الـ
نصص لدرادس احسن من جوتيريش احسن ما عرفش انما القدر لازم تاخد فيه الكوادريسبس بس ما عرفتش عكس العكس العكس قال لي كلام معقول الهيباتايتس والريبز نوت بي كاونتد از ديفاليد دوز ودي عدت حاجه ثانيه لو اديت تطعيم اي ام اديت سابوتينيوس او سابوتينيوس اديته اي ام هتعيده مبالغ ولا انفاليد بس هيبقى بين بس هو السب لولا وباع السب تانياس لو باع انت رمسك لو داس اي ام وكل داس مش مشكلة عذروه اي تطعيم سب تانياس وديته اي ام مفيش مشكلة ناجا نيجي للاي ام وديته سب تانياس اعمل ابسس كل اوكي ما عدا الهيباتايتس اي والبي والريبس والدي بي تي لان الرياكشن في الدي بي تي انت بتديه اي ام وشوف الرياكشن دي فما لك لو اديت سبكوتينيوس سيفير فاميلنت رياكشن ماشي يبقى سبكوتينيوس اديته اي ام مفيش فيه مشاكل خالص اي ام اديته سبكوتينيوس مفيش مشكله ما عدا الهيباتايتس اي والبي لازم تاخده اي ام اي ام وعشان السايد افكت بتاعت الدي بي تي مستحسن تاخد اي ام انما هو مش مكتوب انما الانتيجينسيا تبقى اساسيه. طب انت رجعت للاقراص سبوتينس. نعم. انت رجعت للاقراص سبوتينس. مش مشكله. هيحصل شويه رياكشن متدرمل نروح للسيجوما زي ما هو تفلت يعني لا مش جايبين سيرتها بس لازم ماسك في فيك الاي دي اي دي انتردرمل. البي سي جي ولازم البلينك ولازم وده المشكله اللي بتحصل في الصح ما بيعرفش ان هو ده الصح. دي سبوتينس دي سيجوما الانفينول ابسس مشاكل دي كلها. لما لازم تاخد خلاص الكلام ده طيب ولد عندك فاريسيلا واخواته في البيت وجات الام عايزه تطعم اخواتها يا دكتور عاطف عشان ما يجيلهمش تطعم ولا ما تطعمش؟ ما تطعمش وطعم ايه رايكم؟ طعم طعم امتى؟ خمس ايام لا خمس ايام از ايرلي از بوسبل ماكسيمم ليفل خمس ايام بعد خمس ايام طيب هيباتيتس ايه؟ نفس الحكايه اسبوعين ما هو كونتاكت كونتاكت اذا ما جابش اخوات هو عنده بيس في البيت نعم
مش سايب حاجة. مش سايب حاجة بصراحة. لو انت اديت فاكسين قبل ما عاد ايه رايكم؟ ايوه بلد ولا ايه؟ يعني ايه بمعنى عمرا ولا المستعجله وعايزه تسافر وعايزه تديله التقنيه على حسب الولد في رينج عايز يمشي المريضه وراح في رينج في رينج اسبوعين قبل في رينج في رينج بلد 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 مسموح لها قبلها شهر 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 1 مانث 1 مانث بس 1 مانث اسبوعين 10 مسموح بها لغير 4 أيام تدي ايرلي اللي هو فرق ويكس من المنطس الله ينورك 4 أيام بعد ال4 أيام لو خدته بعد اسبوعين ايرليير بس هو الانترفال اصلا المتفق عليه ده بالدخل عن شهرين المفروض يا باشا احنا مش قلنا لحد الادنى شهر لسه قلت لك اهو ايوه ما هو دي النقطه بقى واحد ما خدش تدريبات خالص واحد ايه ده واحد لحد الادنى شهر ثلاثة أربعة خمسة اثنين أربعة ستة لا جات لك على 15 يوم وعايز تتعامل لا انفلت انما مسموح لغايه 4 أيام الفاكسين جاي من مور ذان 2 ويكس ايرليير ذان ذا روتين سكيدول اتس انفلت بس الاو دي جيت افهم باك برضه جبناها من المحاضره من جي اس تي وطلع لي الريفرنس بتاع 4 أيام ممكن تديله ايرلي لو في اي سيتويشن 4 أيام فقط اللي مسموح لك وريبيتد بعد شهر لو خدها ماشي اقرا مني بقى موضوع تاني اللي في الكلام فيه. ام مهمله هذا الموضوع وادى الدورتين وكسرت وخلت مع جوزها ما راحتش اللي هو الانتراكت ليست او الولد جواز عرفي ومش متسجل وجاب الولد بعد 7-8 شهور وما كملش خالص مش بنشوف الحاجات دي انا داخل في الحاجات دي تتصرف مع الانتراكت ليست ازاي ومع الديلي فاكسينيشن ازاي. كاتش اب ده طبعا انا في المشروع القومي بتاع القطر اتصلت بيه يا جماعه قال لك في عاملين في وزاره الصحه مش مشروع حاجه كويسه بصراحه عاملين انتربتد سكيدول في عاملين الانتربتد سكيدول كونتينيو بعد اللي خدوا زي ما هو مفيش مشاكل يعني الجرعات اللي خدت الطلب غالب نكمل عليها دي سهله يعني خد جرعه 2 ناقص واحد خد جرعه وفضل 2 اكمل عليها مفيش مشاكل نيجي بقى للديلاي العامل حاجه اسمها اكسلريتد سكيدول فاكسينيشن حاجه سريعه كل شهر بيجي 7 زيارات اكيد ان الصحه عندهم البرنامج ده ولا ما بيجوش ده من وزاره الصحه مشروع التطعيمات الاكسلريتد لو الطفل عمره اقل من سنه من سنه لسنتين بعد سنتين بيجي لي 7 زيارات كل شهر زياره اللي هو الحد الادنى اللي كله الشهر الاولاني هديله الفيرست فيزيت بي سي جي والخماسي والاورال بولو وهعتبر الاورال بولو دي الزيرو بقى وافضل عيد. الكلام ده طبعا كله هسيبه وموجود على سكند بس هدي الخماسي والاورال بولو دي اعتبرها الفيرست دوز. السيرد فيزيت هدي الاورال بولو دي اعتبرها سكند دوز. الزياره الرابعه الخماسي والاورال بولو. الخامسه الاورال بولو اللي هي زياره. بس الفرق بين الزياره والزياره ايه بقى؟ اعتبرهم السادسه هدي الام ام ار. السابعه هدي الام ام ار دي لا اقل من سنه. لو من سنه لسنتين نفس الحكايه بس ما تديش البي سي جي الا بعد 9 شهور ده في السنه الاولى دي هنا ما تديش البي سي جي الا بعد 9 شهور هنا هدي البي سي جي في الاول من سنه لسنتين لازم نحاول وادي الام ام ار ودي بي تي مش هديله الاتش اي بي مش هدول ليه ما انا مش عارف الام ام ار هياخد المعجله بعد سنه خلاص من اول زياره تديله الام ار والبي سي جي والدي بي تي والهيباتايتس والاورال بولو السكند شايلين ايه؟ عملت بنتها مفيش والدي بي تي والهيباتايتس والاورال بولو الزياره الثالثه وهكذا اصلا مفيش خماسي مفيش بس في الدي بي تي ومفيش اتش اي بي الاكثر من سنتين وكل زياره بيديله تقييمات سنجل في الصحه انما موجود بره الصحه حتى كده الدي تي بس مش الدي بي تي نعم دي تي ايوه خلاص بقى دي تي لان ما عندناش سيلولر الديوريشن لو انا اديت واحد هيباتايتس بي يدي اميونتي قد ايه؟ ولو هيباتايتس ايه يدي له اميونتي قد ايه؟ يعني احنا كلنا هاي ريسك جروب الميديكال ستاف هكرر تطعيمات كل قد ايه؟
كل ست سنين. الاطفال اكيد ام الام انا في ثلاث فرعات بيكرروا امتى الشرعات؟ من 6 ل 8 كرهم تاني ولا ما كرهمش؟ لو هو كومبليت فاكسينيت الريماتكس دي قبل 6 شهور يدي له 30 سنه ايه؟ لو الهيباتيتس A خد الدو دوز يدي له 20 سنه ايه؟ ال 1 دوز بتدي 10 سنين. واحنا خدنا في لحظه في الاشياء خدوا دي تاني بالك. ما خدناش بيه خالص الا بعد 20 سنه. معلش بقى هو ناخد شويه موجوده ودوس عليها السنه. البيتير هل له سبيسيفيك سكيلينج؟ زي الفولتير اكوردنج كرونولوجيكال ايج ريجارد ستيرويد ما بصش في الوزن وعامل زي الفولتير. طيب حته بقى كبيره الاطفال اللي قبل شهرين اللي بيجي لهم بروتاستس بتجيله من السورس بروتاسس من امه فاهمني امه او ابوه. بنشوف اطفال كتير قبل التطعيم قبل فيرست دوز يعني هو يبقى فولي فاكسينيتد او فولي اميونايزد افتر فول دوز ثلاث جرعات. مش عارف كل التطعيم يا دكتور من التطعيم؟ عارف ياخد اول جرعه وتطلع ايوه انا بقول لك يبقى فولي اميونايزد افتر بس الدكتور مش شايفك صح هيجي له من امه انما تلاقي اللي عنده شهرين من امه كده نفكر من امه في سورس انفكشن في الكوميونتي هيجي منين؟ من الاذر كوميونتي من الأرض فهم الأم من الجيران بيرتس كلهم من النيبرس من أي حاجة وده يخلينا نفكر لازم يبقى فيه لازم أدلت إيمونيزيشن للدي دي تي للأسيوط ده المدخل بتاعها. آدي المذر بتدي 25% الفازر 15% السيبلينج 20% الجراند بيرت 15 الأذر سورسز آدي السورس انفكشن في العيال الأقل من شهرين اللي بيجي لهم البرتاسس وادي سيركل الولد اللي عمره برايمري ايمونايزيشن ده اللي كان في المحاضره بتاعتي واخد المحاضره بتاعتي سيركل قالها بعديها هو ما شاء الله مهتم بالتطعيم علشان الفلينج الفاكسينيشن بتاعت الوزاره سورس اوف انفكشن ترانسميشن حتى هو صغير كان بيشرب كده كده خدها زي ما هي كده طب اطعمهم امتى وازاي؟ الاسكيدول كل الاطفال من 7 ل 10 سنين اللي ما كملش الفاكسينيشن بتاعته والبوستر دوزس لازم اديله جرعه بس الاسيلرا طيب للاسف ده مش موجود عندنا تدي لي اسيلرا وبعدين من 11 ل 12 سنه لازم اديله بوستر دوز والادلت كلهم اديهم بوستر دوز وتكرر كل 10 سنين ده المفروض في الدول المتقدمه الكلام ده بيحصل عندنا مش موجود عشان كده استاذ كتير اتعملت للبرتاسس في الاطفال الصغيرين وموجوده كتير وكلنا بنشوفها. طيب البريجننت مازر ممكن اطعمها بالبي بي تي عشان احميها؟ واحده بيور؟ اطعمها. عند امتى؟ عند 27 36 اسبوع. طب ما اطعمتش؟ ما حدش قال لها. وجات للولاده. اطعمها قبل ما تخرج من الولاده. وده does not affect the breastfeeding وشكرا جزيلا على حسن السلام. في هو البوليو والبي سي جي ده ستيب تو ذا تراب كل ده واثنين ليفر مفيش اشكال ها اثنين ليفر البوليو والبي سي جي بس بس جي ملوش مشاكل بي سي جي خلاص لو سمحت ليه مين ما قال الكلام عليه يعني لازم يتاخد بالك ايه التقسيم بعد شهر يا معلم اي بي سي جي سم ديت كوميونيتي وسيناريو 6 ل 8 اسابيع على بال ما يسمع لا ملوش طيب انا في الاسئله في الليفر في الخرطات خالص مش ده بعد بعد سنه
دلوقتي دلوقتي المفروض ان احنا كنا نعمل تيوبركلين حتى في العياده دلوقتي يصمموا يروحوا الصح صوت عشان يتعمل ناس تيوبركلين في ناس يقولوا ندي تاني وناس يقولوا ما نديش الصح لا ما انا بقول لك البي سي جي لو ما فيش سكاي لازم تعمل تيوبركلين تيست ماشي تيوبركلين نيجاتيف لازم سعادتك بتعمل في العيادات لا يعتبروا بيه بالصحه. انا بقول لك في الوجود انك في نعمه لو تبتدي بص بتخاف لكن اكسبوز ما عارف ماشي سعادتك دلوقتي انا بعمل تيوبركلين في العياده ماشي المفروض بيطلع خلاص يعني ما فيش ليه مش مثلثين في العياده المفروض ان هو يعمل تاني بس في ريش ثلاث كام يومين نعم ثلاث كام يومين 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 ثلا